مرتاح لكل ما يقوم به بلدنا على المستوى الرسمي. بعدا هذه المسألة دي باش تكون واضحة، مجهودات والحمد لله الأشياء تتقدم باعتراف الجميع. إذن كنوه بكل العمل اللي كيتم وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، توجيهات جلالة الملك، وكنعرفوا الأهمية ديالها، والحمد لله ما يمكننا إلا نكون سعداء لكل ما تقوم به بلدنا على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الرسمي، على المستوى المؤسساتي، وعلى المستوى كذلك الموازي في خدمة القضايا الكبرى وفي مسار إشعاع بلدنا الحمد لله. سيد الوزير، كانت آخر دورة ديال الجوائز الدبلوماسية الشعبية 2014، شو سبب الانقطاع يعني حتى؟ هذا سؤال في الواقع اللي خصو يتطرح على رئيس المؤسسة. أنا تم اختياري إلى جانب أعضاء لجنة الحكماء، وكنت أوجب هذه المناسبة بالشكر للمؤسسة. ولو أنه كان هناك يعني مسافة ما بين الحفل الثاني والثالث، أنا أعتقد بأنه هناك قناعة بأنه هذا الشيء خصو يستمر. رئيس المؤسسة وضح الأسباب اللي هي يعني أسباب موضوعية، لكن هناك الإرادة وهناك القناعة. الإرادة هو أنه استمرارية، وكنعرفوا شنو الدور ديال هاد النوع من الالتفاتات والدعم لكل الفاعلين على مستوى الدبلوماسية الشعبية، وكنعرفوا كذلك الدور ديالها والأهمية ديالها للمواكبة كذلك الدبلوماسية الرسمية. المواطنين المغاربة يعني مبادرات متعددة وحضور متميز في المجال الإقليمي الدولي إلى آخره. إذن كل ما ساهمنا بالتعريف بهذه المبادرات هو التفاتة، وهو دعم، وهو ترسيخ ثقافة. وما حبته في هذا هو ترسيخ الثقافة، ثقافة يعني الاعتراف، ولو أن الكلمة لا أحبدها شخصيا، لكن ثقافة الالتفاتة لكل من يقوم بأشياء تخدم وطنه وتساهم في إشعاع البلد ديالو. لأن هذه المحطة الثالثة إن شاء الله، وحسب فهمي والإرادة داخل المؤسسة هو أنه تصبح سنوية وتصبح باستمرار، وهذا الشيء هذا كله ما يمكن إلا نهو به. ثانيا، مناسبة باش نحيي كل الأخوات والإخوة أعضاء لجنة الحكماء. هاد يعني المحطة الثالثة والعمل اللي قامت به اللجنة أكد بأنه كان هناك يعني وفرة من يعني الشخصيات ومن المبادرات ومن الجمعيات كذلك التي تساهم في هذه الثقافة وفي هذا المسار. حاولنا نكون أكثر موضوع يبي ارتباط مع الخيارات اللي قامت بها اللجنة على مستوى يعني الجوائز وعلى مستوى الميادين المرتبطة بالجوائز اللي غيتم التعريف بها غدا إن شاء الله. ولكن تحلت اللجنة بالموضوعية بالحيادية، وحاولنا أنه ارتباطا بالتغفية وارتباطا بمجموعة الأشياء أخرى أننا نتقي ما بين الشخصيات اللي غادي تتميز هذه السنة، وإن شاء الله السنة المقبلة أو السنة اللي من بعد غيكونوا شخصيات أخرى اللي تقدم خدمات ومتميزة في مجالاتها، ونحاول كذلك نطوروا كذلك حتى المجالات اللي غيكون فيها كذلك اهتمام والتفاتة. وشكرا لكم كذلك. عبد العاطي الحابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية اللي كتنظم الدورة الثالثة لجوائز الدبلوماسية الشعبية، وهذه الجوائز هي مكافأة وتتويج الكفاءات المغربية اشتغلت بقوة وناضلت من أجل رفع راية المغرب عاليا في المحافل الدولية، ويتم ذلك بواسطة لجنة حكماء مشهود بكفاءتها الفكرية وبمصداقيتها، وتضم مجموعة من الشخصيات وازنة ووزراء سابقين سيختارون المتوجين.
للإشارة في الدورة الأولى والدورة الثانية. الدورة الأولى والدورة الثانية قاموا بمكافأة في الشق الدولي الرئيس محمود عباس وكذلك وزير خارجية إسبانيا السابق أنغيل موراتينوس للمندوب السامي الأممي لحوار الحضارات. وهذه الجوائز جاءت من أجل تكريس ثقافة الاحتراف اللي هي تكون مدعاة للشباب باش يتابع النضال ويجتهد في العلوم في الاختراعات في الصناعة في الثقافة باش يسوق البلاد ديالو ويعرف بها. وهذا التعريف كيكون تلقائي كتكون عنده مصداقية وكيكون عنده قيمة أكثر من التعريف مثلا اللي مؤدى عنه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.